عبد العزيز يسأل: هل هناك دعاء للفرج؟ جاء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فيدعو الإنسان لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيدعو بهذا الحديث، ويدعو أن الله يفرج كربه، ينفس كربه، ويذهب همه. والدعاء لا شك أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فالله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء جاء في الحديث هو العبادة، والقرآن قال: عبادتي، سماه الله عز وجل عبادة، فهو عبادة، هو من أجل العبادات. فالإنسان يلح ويكثر على الله ولا يمل، فالله يحب أن يسأله عبده. والدعاء توحيد لله عز وجل، فيسأل الإنسان ويكثر ويبشر بالفرج من الله عز وجل.